7-0 بين بيتيس إشبيلية وليديا رجاء الحارس الإسباني روبلس. حضراتكم 7-0 بين بيتيس إشبيلية وليديا رجاء. درب شديد بيتيس إشبيلية الذي يبحث عن هدف في هذه المباراة. كرة لعبت بالمقاس تتواصل المباراة ونتيجة 0-0 في مينيز لوبيز. لعب بشكل ممتاز جدا كريستيان تيو لكن شات بعيدة شوية. كريستيان تيو لاعب ممتاز جدا. تتواصل المباراة والآن لرجاء بيتيس إشبيلية تتحول بجديد للنادي الإسباني الذي يبحث عن نتيجة في هذه المباراة. إسماعيل بوتيريز بوتيريز من الطرف الأيمن لنادي بيتيس الذي يبحث عن كرة عادية في منطقة الجزاء لكن تواجد فابريس لا كرة بيتيس إشبيلية مازال الكرة لبيتيس. بيتيس إسماعيل بيتيس خطير لكن الحكم يتدخل. كنا ننتظر في أي مخالفة أي ضربة خطأ يجي إلى جونينيو هدف نادي برشلونة بعد تجربة نادي في سابورتو وفي عجينة ويلعب اليوم ولعب الفرنسي الذي كان مبدعا في الكرة الثابتة. كنت استمتع لما تابع المباراة في الكرة الفرنسية. ناس سميتي إلى الأساسي ولف تشكيل الاحتياطي نبيل فكير في التنفيذ ممتاز جدا. ناس سميتي أناس أزنيتي يتدخل بكفاءة عالية. أناس أزنيتي العبور في تقود بن حليم بن حليم بن حليم بن حليم لم يظهر في سلم كرة الأمام أنا أشاق الأسمران من أوفياء العبور في تقود بن حليم بن حليم بن حليم كرة لبيتيس إشبيلية مشان موسيقى الحدراف مشان كبيرة تتجاوز خط التماس كرة عشان رجاء تسدد لكن تتدخل مرون يسدد الكرة أفضل لاعب مرة الحارس قد تتفقون معي مش الكرة رجوية كرة جوية هذه الإمكانية حول رجل جدا مش موفق لتضيع الكرة وتتحول بجديد إلى نادي بيتيس إشبيلية كل كاد أحمل قوة في نادي بيتيس ألوان المؤسس الماتي كان الوراق التي يحملها نادي سيلون كرة ممتازة جدا من لكن رحيمي لم يكن رحيما بالآلاف من عشاق المنافسين نتاج فقط وتنتهي الجولة الأولى في هذه المباراة والنتيجه كما امام الحضره تحسنت عن صفر بعد تسديد الضماع الضماع يشد التسديد ربما تلاعبين سواء على شفا جميل الكره لبيتيس الكره لبيتيس طرف ليس نبيل فكير فكير سدد كورتو مازال الكره لبيتيس إشبيلية ايوب لنا لنا حاول تسديد خمس كلام تسديد عمر بطير الكره في التماس طر انتظر الوقت الفجر كره القدم كره في مناع يا مناع تقدير مناع حرك المدرجات من جديد لكن في الحد تعاني درجات في كرات عديده في الجوله الاولى من هذه المباراه روبلس على قدر في دقيقتين ربما على مع التقدير على طرف ريما واحده الفريق الاسباني نبيل فكير نبيل فكير مناع سيدي لاسلوك الحارس روبلس البرازيلي سيدني يصعد سيدني تدخل دفاع رجاء نحو العميد غارسيا فرانسيسكو رحيم يا رحيم يا رحيم يا نبيل فكير رحيم الكره من الطرف الايمن لبيتيس إشبيلية تدخل هناك زياده عدديه هناك زياده عدديه في شكر محسن بن رجاء محسن متولي محسن متولي الحكم المواصل للعب محسن متولي ينتظر الدعم لكن الكره كانت ناقصه شويه تتحول لجديد لا يلام لنبيل فكير لا يلام الرحيمي لانه كان عنده امكانيه للتمرير محمود بن حليم ربما كان وضع افضل محمود بن حليم تسديد هذه الكره كره تضيع تتحول بعيدا عن مرمى الحارس الاسباني جوردن روبلس كورتينيو لويس عاشر الدوري الاسباني مع وصفه البطوله الوطنيه نجم في ريال سانتيكا جو بيتيس وسط زعماء من الاسماء الكبيره في الدوري الاسباني من ميسي جريزمان ايدن هازارد نجم سته في بولاغو اسبان ناصر رجوي هو فابريس دوما عدم حميد احمد عمر العرجون بين مالونجو محسن متولي سليف كوليبالي محسن نجوم الاسماء التي قيمه مضافه بين مالونجو ويجب نادي بيتي في مازيمبي الذي في حاله تبتعد منه سيكون قيمه مضافه لخط هجوم الرجاء تسجيل كره مجنونه من الطرف الايسر البحث عن زكريا زكريا لتشكيل اول زكريا لكن الرياض مرفوعه فكير يا فكير فرصة أخرى سنتي يا فكير فكير يا فكير مرة كان سنتي يا فكير لكن الهدف الأول لرجاء في هذه المباراة
لولا تدخل الحارس جوين روبليس الرحيمي كان متسللا كان شاردا في عقد روبليس متشقا في المباراة. الحارس الإسباني جوين روبليس مع سيدني دا سيلفا فابريس توما على الطرف الايسر كريستيانو رونالدو حل تحت المساحه لتسجيل هدف اول في المباراه لنادي بيتيس فيكير فيكير لنادي الاسبي يتواجد في بنك البدلاء ويتريض ايضا الكاميروني ويفرد كرتوم لاعب الكاميروني دون نفس ايضا عن لاعب وسط منتخب البرتغال ويليام كارفاليو محترم اليوم كارفاليو ابو شنب أبو شنب اللاعب الذي فاز بمكانة في مؤسسة الكرة البعيدة كرة لنبي الفكير زور الكرة لنبي تشبيلية تسدد بمشاتش بعيدة الكرة الأخيرة من سورة الفضل في بوطيب لمحسين متولي ينتظر السند ينتظر الدعم والكرة رجوية دمرة كرة رجوية فيه نجاعة يلا هي يلا هي كان بالإمكان لمحسين متولي جوان عمر من المرات النادي الذي سعد فيها عمر بطيب من الطرف الأيمن الكرة تتحول في التماس من هدف كثير في هذه المباراة مش الكرة رجوية يلا هي هذه كرة تسدد عين الفاسوس في الطرف الأيمن كرة رجوية تحول الى المدرجات ولو لثواني لكي نتابع ما يجري في مدرجات هذا الملعب التاريخ هذا الملعب الاسطوري ملعب المركب الرياضي محمد الخامس والجماهير الرائعه التي تقدم اروع اللوحات اما اللوحات اليوم جماهير الرجاء الرجاء من دون جمهوره سيعاني كهدف سابق لنادي تيتي مازيمبي عام 2017 كان كثير ديبلوماسيين افضل لاعب متولي لكن الكرة بعيدا عن محسن متولي في منطقة الجزاء محمود بن حليب محمود بن حليب الرجاء الكبير لعب 90 دقيقة أخرى القرار النهائي كرة في التماس ممتاز لكن تسدد بعيدا من طرف المدافع الأوسط سيدني دا سيلفا تعبات ممتازة رجاء أفضل في الجولة الثانية رجاء كان أكثر خطرا وأكثر خطورة في الجولة الثانية من المباراة في انتظار كورة من زكريا بريس كارتيرو يلا معليش يلا هي سيغير تشكيل بأكمله روبليس هذا الحارس تسعة لاعبين من جديد دفعة من التشكيل من المدرب اليوم يمنع رجاء من تسجيل هدف كانت هناك زيادة عددية ثلاثة لاعبين يقودهم الخبير روبليس ياسر الحداد صعيب عليك وانك تسجل يا رحيمي في مرمى روبليس في قمة ليلة كبيرة شات كرة لبيتيس في منطقة الجزاء وتدخل نادي بيتيس اشبيليا محمد زريدة تحول هجمة مضاطة لكن غارسيا ديارو راؤول غارسيا ديارو يسجل الهدف هدف اول لبيتيس في الدقيقه 88 كره لبيتيس في منطقه الجزاء لكن التغطيه حاضره مذيعا من طرف المدافع الشباب اناسيو عند الكره من قدم العميد واكي سانشيز وتمنوها وشخصيا اشجعها من كثيرا على باتريس كارتيرو في الجوله الثانيه يمنحي الفرصه لكل لاعبي الشباب للعب بشكل ممتاز الجوله الثانيه من هذه المباراه ولو ان اربع ساعه تمريره لويليام كارفاليو ربما سددها باتقان الخبرات التي قد تعين الكره الاخيره ونسى سنة ايام قليله مقبله يتعلم الانسان معليز ولو واحد منطقه الجزاء والهدف الاول في المباراه الهدف الاول في المباراة لنادي بيتيس حياتنا كلها اخطاء ونتعلم من اخطائنا لاعب راؤول غارسيا ديارو يسجل الهدف هدف اول بيتيس في الدقيقه 88 تجارب تعين في الرجاوية والانطلاق لرجاء الطرف الايسر فرصه لرجاء جوله ثانيه من التعادل ولو ان اربع ساعه لكن ستكون فارقه في مشوار ضربه خطا يعلنها نور الدين الجعفري على ما التوالي قد تعينه من اصدار الستار على هذه المباراه الاخطاء يتعلم الانسان ولا واحد منا زاد معلم مثل معلم لا
ضربة خطا اخطانا كثيرا ولا زلنا نخطئ وحياتنا كلها اخطاء راجعية من اخطائنا. تالي الانسان فرصة لتسجيل الهدفتان للعبد الجليل جبيرة صعود الحداد وباقي رفاق وثلاث دقائق كوقت مضاف ومع الزلات ومدينه دقائق كوقت مضاف في حياته ينطبق على لاعب كرة القدم عبد الجليل جبيرة وسألتم ليونيل ميسي بنية ارتكب في تنفيذ الخطا كرة لعبت منطقة الجزاء كريستيانو وسألتم